السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح والعرض واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح دكتورة؟ واضح. يعطيكم العافية، حياكم الله جميعا. معكم الهنوف الدارمي من الإدارة العامة لمكافحة هذا المنشآت الصحية. باسمي أحييكم وباسم زملائي الموجودين. بداية أتمنى منكم إغلاق المايكات في حال كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار موجود في نهاية المحاضرة. الأسبوع الماضي، تفضل. الأسبوع الماضي بدأنا في أول محاضرة بما يخص مشروع تعزيز ورفع المستوى الإداري، كانت مع دكتورة فايزة. استعرضت لنا في مقدمة عن المناهج الإدارية وشرحتها لنا وما الذي قدمته الإدارة. اليوم بإذن الله اليوم راح نتكلم عن آلية العمل واللي راح نستعرضها في المشروع. بداية أتمنى منكم المناطق اللي موجودة معنا يتم التحضير عن طريق التشات. أي منطقة موجودة يرسلون التحضير عن طريق التشات. نبدأ الآن في مشروعنا، مشروع التعزيز الإداري. هو بناء على مشروع أساسي، مشروع جبار قاعدة تقوم عليه الإدارة عندنا، مشروع طموح له، وهو مشروع بناء القدرات. مشروع بناء القدرات هدفه يبني القدرات على المستوى الإداري والمستوى الفردي. المستوى الإداري اللي إحنا الآن قاعدين نقوم فيه، اللي هو موجود عندنا الآن في المشروع، نقوم ببناء القدرات من خلال وثائق، من خلال سياسات، من خلال إجراءات، من خلال هيكل تنظيمي، كلها جميعها أشياء موثقة كتابياً، ولذلك يكون عندنا مشروع بناء قدرات إدارية. أما بالنسبة للفرد، فإذا قمنا بتوثيق جميع هذه الإجراءات بيكون فيها فوائد عائدة للفرد بناء على الدورات التدريبية اللي راح نستعرضها إن شاء الله خلال الأيام القادمة. العمل على المنهجية الإدارية، مثل ما ذكرنا، المنهجية وهي كتابية، نقوم خلال هذا المشروع في عمل كتابات إدارية، منها الأهداف والمهام والخطط التشغيلية والسياسات والإجراءات وهيكل تنظيمي وظيفي والوصف الوظيفي ومؤشرات الأداء والبرامج والمشاريع الموجودة عندكم بالإدارات والتقارير الدورية وما تأثير التحول على النواحي الإدارية، التحول بما يخص المناطق اللي موجود عندها تحول في الفترة القادمة مشيئة الله. هدفنا العام مثل ما ذكرنا سابقاً بناء القدرات على المستوى الأول، بناء قدرات الإدارة عندكم، ومن خلال هذا المشروع نهدف إلى دورات تدريبية إدارية تطور جميع الأعضاء الموجودين معنا الآن. التواصل الفعال، جميع خطوط التواصل راح تكون بإذن الله مفتوحة للجميع في أي وقت. في عندنا توثيق إداري مثل ما ذكرنا، توثيق إداري لجميع الإدارات بالمناطق، يكون عندكم سياسات وإجراءات، هيكل تنظيمي، جميع ما ذكرناه يكون مكتوب وموجود. توزيع المهام والصلاحيات، من الضروري أن أي شخص يكون في هذا المشروع أو يعمل في إدارة مكافحة العدوى يكون عارف إيش مهمته وإيش الصلاحيات اللي ممكن يقوم عليها. بالنسبة لنا إحنا كدعم نقدم لكم جميع الدعم في قراءة التوثيق. يعني إحنا في البداية بنطلب منكم توثيق إداري، تقدموا لنا هذا التوثيق، إحنا نقوم بمراجعته ويتم الاعتماد من قبلكم. هذا الدعم قلنا لكم موجود، التواصل موجود. أما بالنسبة لتأثير التحول على الإدارات، هذا بالنسبة للمناطق اللي موجود عندهم تحول الفترات القادمة. نسعى طبعاً، هي نفس الوثائق ونفس الإجراءات لكن باختلاف المحتوى. نتكلم اليوم مثل ما ذكرنا عن آلية العمل. الفئة المستهدفة موجودة عندنا هي إدارات مكافحة العدوى في المناطق والمحافظات وأعضاء إدارات مكافحة العدوى بها. المسؤول عن عمل هذا المشروع في المديريات هو سفير التميز الإداري. أبنوه لكم على نقطة، اللي هو سفير التميز الإداري من الضروري أن يكون موجود معنا من بداية المشروع إلى نهاية المشروع، من الضروري أن يكون فعال وأكتف في جميع المتطلبات اللي راح نطلبها منه. بإمكان سفير التميز أن يضيف أشخاص معاه للمشروع، ما يهم من كم عدد الأشخاص، 2، 3، 4،
براحته، لكن من الضروري يكون سفير التميز موجود في كل المحاضرات اللي تقام الفترات القادمة. وفي حال إضافة أي أشخاص، بس أتمنى منكم تبلغون عن طريق الواتساب. في عندنا عدد الفئة المستهدفة وهي 20 منطقة ومحافظة، ومدة المشروع هي سنة كاملة من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر 2022. وطريقة إقامة المشروع راح تكون جميع المحاضرات والدورات التدريبية عن بعد. أهداف المشروع: رفع المستوى الإداري في إدارات مكافحة العدوى بشكل منهجي وموثق، مثل ما ذكرنا منهجي ألا وهي مكتوبة وموثقة، بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءاتهم من خلال دورات تدريبية إدارية. الدورات التدريبية الإدارية هذه راح تكون مجدولة، وموجود الجدول إن شاء الله في نهاية المحاضرة. في حال أنكم رغبتوا أن تكون هذه الدورات التدريبية في تبغون منا نعيدها لكم، نعيدها لكم ما في مشكلة. تبغون أي احتياج إحنا موجودين. توزيع المهام والصلاحيات بإدارة مكافحة العدوى على جميع المستويات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لإدارات مكافحة العدوى في المديريات. مراحل المشروع: يمر المشروع بعدة مراحل. انتهينا ولله الحمد في مرحلة إعداد المشروع وإعداد الخطة والمهام، وتم ترشيح سفراء التميز من قبلكم وتحديد المحاضرين وإعداد المادة العلمية، والآن في مرحلة التنفيذ. بدأنا إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة في محاضرات تخصصية تخص الأهداف اللي ذكرناها سابقا، وكل هدف راح يكون في دعم وتواصل وفي إعداد وثائق وتم مراجعتها من قبلنا. أما بما يخص المهام الإدارية العامة، المهام الخاصة فينا إحنا كديوان الوزارة، الإدارة العامة لمكافحة العدوى، في عندنا عدة مهام، ألا وهي تحديد المواضيع والمحاضرين وإعداد المادة العلمية والتواصل مع المناطق والمحافظات وتقديم جميع المحاضرات التخصصية. سيكون في إجابة على أي تساؤل وأي استفسار للفرق في المناطق. راح تتوفر المحاضرات والنماذج واعتماد ومراجع جميع الوثائق من المناطق. طبعا أرسلت لكم عن طريق الواتساب أنه تم إرسال الملفات لكم عن طريق الإيميل، موجود فيها المحاضرات وموجود فيها النماذج. أما بالنسبة للمهام الإدارات مكافحة العدوى في المناطق والمحافظات، المهام المطلوبة منكم ألا وهو ترشيح فريق العمل سفير التميز الإداري، وحضور المحاضرات وورش الدعم، إعداد وكتابة الوثائق، والتواصل الفعال واعتماد الوثائق من الإدارات ذات العلاقات في المديرية. موجود عندكم الآن الجدول المحاضرات. تم ولله الحمد الانتهاء من محاضرتين. المحاضرة الأولى كانت مقدمة عن المناهج الإدارية، واليوم هي شرح آلية العمل بداية من يناير إن شاء الله إلى نهاية العام بمشيئة الله. في نهاية المشروع إن شاء الله راح يكون في معرفة لإعداد الأهداف والخطة التشغيلية السنوية، راح تعود لكم بالفوائد أنتم كمناطق وكمديريات، إعداد السياسات وإجراءات، إعداد الهيكل التنظيمي، إعداد الوصف الوظيفي، ومعرفة أعداد المؤشرات الأداء، ومعرفة اختيار المشاريع التحسينية وطريقة كتابة الخطط، معرفة كتابة التقارير الدورية. جميع هذه النقاط الموجودة الآن راح تكون بمشيئة الله خلال السنة كلها متوفرة عندكم كتابية ومحفوظة. في عندنا خلال هذا الأسبوع مهام بإذن الله راح تقدمها لكم دكتورة فايزة، ويعطيكم العافية جميعا.
دكتورة فايزة ما نسمع الصوت، إذا في صوت السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. أوكي، أعتذر منكم، كان الصوت ما كان واضح سابقا، أعتذر منكم. أوكي، إحنا برح أبلغكم أولا بالنقاط اللي إن شاء الله راح نشتغل عليها خلال الأسبوع القادم. بداية، أغلب المناطق سجلت في النموذج اللي أرسلناه اليوم بالصباح، مشكورين. يمكن في منطقة أو منطقتين إلى الآن ما سجلت، فبس أتمنى منكم التسجيل فيها. غالبية الوثائق اللي أنتم ذكرتوا إنها موجودة، أتمنى منكم بس تضيفونها في الملف اللي شاركناه معاكم. الملف هذا سواء كانت الهيكل أو الخطط أو السياسات والإجراءات، كلها حابين أنكم تشاركونها معنا عشان نطلع عليها. الآن من اليوم إلى الأسبوع القادم، الهيكل التنظيمي الموجود عندكم في غالبية المناطق، أعتقد يمكن حوالي 90% من المناطق ذكرت أن عندهم هيكل تنظيمي، فأحتاج منكم أنكم ترسلونها أو تضيفونها لنا في الملف بحد أقصى اللي هو 18 يناير. المناطق اللي ما هو موجود فيها الهيكل التنظيمي، أرجو أنها تعمل عليها بما يتناسب مع عملها، سواء كانت أهداف أو اللي شرحناها الأسبوع الماضي في المحاضرة، وراح أشارككم المحاضرة اللي في الجروب اللي قدمناها الأسبوع الماضي، إذا حابين تطلعون أو تسمعونها. المناطق اللي عندها هيكل تنظيمي أيضا لو عندها تحديث فيه أو رؤية مختلفة فيه، فأيضا تعملون على تحديثها خلال هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم. أي أسئلة عندكم بخصوص الهيكل التنظيمي من الآن إلى الأسبوع القادم، فريق العمل معاكم، أنا الهنوف والدكتور عبد الفتاح، راح أيضا أبين لكم الأرقام على أساس لو عندكم أي سؤال تواصل، أبدا تواصلوا في أي وقت، إحنا موجودين. ايضا اللي نرغبه منكم اللي هو الالتزام بحضور المحاضرات، اللي هي الجدول اللي احنا حددنا لكم او ذكرناه سابقا، نتمنى انكم تلتزمون فيه بالحضور. عندنا اللي هي الاسبوع القادم باذن الله في نفس يوم الثلاثاء، اللي هو راح تكون الخطه التشغيليه، اللي بعدها راح يكون مؤشرات الاداء، وهذه هي راح نعمل عليها تقريبا لفتره شهر لإعدادها والعمل عليها. في خلال الشهر هذا لو حابين محاضرة زيادة عنها أو تحبين ورشة عمل مناقشة فيها، أيضا ممكن نضيفها في الجدولة. بعد ما ننتهي من هذا المشروع راح ننتقل للمشروع اللي بعده، راح تكون بالسياسات والإجراءات، بيكون شهر مارس، أيضا راح نعرض عليكم كمحاضرة أو نقاش وكيفية عمله. بعدها نبدأ بعملية اللي هي كتابتها من قبلكم، وإذا كانت موجودة عندكم تحديثها، إذا كانت مثلا فيها أي أخطاء أو تعديل عليها، وتسلم في نفس الوقت اللي احنا محددينه. راح يتم بعدها مراجعتها من قبلنا والاتفاق على الصيغة النهائية وإرسال لكم الصيغة النهائية المعتمدة من عندنا. اللي عليكم أنكم تأخذون الاعتمادات الداخلية، هي اعتمادا فنيا راح تكون معتمدة من الإدارة عندنا، لكن الإدارية راح تكون من عندكم بالمنطقة نفسها. بعد هذا راح نبدأ بالمشروع الذي يليه واللي يليه، إلى أن إن شاء الله ننتهي على نهاية العام بإذن الله بجميع المواضيع. لا يمنع أن أنتم في خلال العام لو أحد عنده أي مقترحات لمواضيع معينة ترون أنكم تبغون أن إحنا ندخلها في الجدولة، بالعكس هذا شيء يسعدنا جدا، فهدفنا في النهاية المشاركة وتبادل الخبرات، وإحنا نتعلم منكم مثل ما راح تتعلموا منا.
هي تبادل منفعة بيننا وبينكم. طبعا احنا سوينا اليوم اللي هو الجروب التواصل بيننا، بكل شخص مثل ما قلنا اللي هو سفير التميز الإداري لا يمنع انه يكون عنده فريق. اذا انتم حابين انه في خلال العمل تبغون تضيفون اشخاص معينين، مثلا شخص نائب لك، او مثلا انت تكون في اجازه شخص يكون يتابع معك، ابدا تواصل مع فريق العمل وهذا شيء نرحب فيه. ايضا اضفنا اليوم في الملف اللي هي النماذج اللي هي اللي اعتمدناها من عندنا في الاداره، بعضها كسياسات والاجراءات هذه النموذج معتمد من الوزاره، لكن في مثلا اللي هي وصف الوظيفي هذا من عندنا. حابين انكم تطلعون عليها. هذه النماذج اللي راح نستخدمها، وراح نبغى حتى لو كانت عندكم وثائقكم الفاينل تضاف او تكتب في هذه النماذج اذا ما كنتم مستخدمينها من قبل، لتوحيد يعني النماذج ما بيننا وبينكم وبين جميع المناطق. هذا بشكل مختصر، لكن هذا لا يعني ان احنا يعني راح نوقف او في شرح البروجرام على هذه النقطه. في اي وقت انتم عندكم تساؤل، في اي وقت انتم حابين تعرفون اي شيء، ابدا الجروب موجود او حتى اتصال هاتفي. الله يحييكم. فاذا الان حاب احد عنده اي سؤال بخصوص المشروع، يعني حابين حتى تشاركون اسئلتكم والاخرين حتى يستفيدوا منه، مرحب في ذلك. تفضلوا. ما في أحد عنده أي سؤال بخصوص المشروع هذا؟ السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور. إن شاء الله ما في أسئلة، إن شاء الله نكون داعمين لكم وتدعمين لنا إن شاء الله، ويكون سبب نجاح إن شاء الله في درب مكافحة العدوى. الله يعطيك العافية، الله يسلمك. طيب المناطق اللي ما ذكرت اسمها بس بالشات، إذا بس تحضر لنا فيه عشان إحنا راح يكون عندنا جدول متابعة في خلال الأسابيع القادمة بالمناطق، على أساس أنه يكون الفائدة أو العمل يكون جماعي. إيه تفضل أستاذ سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور سلمان أحمد، تقدر تدخل على الشات؟ تفضل، صوتك واضح محمد. أي أنا كان عندي استفسار الله يسعدك بخصوص يعني إن شاء الله يعطيكم العافية على المبادرة. الله يعافيك. يعني من اسمه إن شاء الله نرتقي بإدارة مكافحة العدوى والصحة في جميع المناطق والوزارة بإذن الله. الله يعطيكم العافية على مشروع المبادرة. الله يعافيك. هو اللي أنا فهمته إنه حيكون في تحسين لجودة الأهداف، السياسات، الهيكلة والوصف الوظيفي، صحيح؟ صحيح بالضبط. يعني زي مثلا خلينا نقول الوصف الوظيفي أصلا أوريدي جات من الوزارة، منصة كده الوصف الوظيفي المهم. كيف؟ السؤال مو واضح الأخير. أستاذ محمد سؤالك مو واضح في الأخير. الصوت واضح الحين؟ إيه الآن واضح. أنا كنت بقول الفكرة إنه دحين زي مثلاً الوصف الوظيفي، هي جات من الوزارة. الوصف الوظيفي إيش هي؟ إيش كل منسق؟ إيش الوصف الوظيفي الخاص بي؟ فإيش حنقدر نضيف إحنا هنا؟ المشروع الوصف الوظيفي إيش نقدر نغير؟ وهي أصلاً ثابتة، معايير ثابتة، وأهداف ثابتة، ومتطلبات ثابتة. لا لا. ايوه لا، الـ الاهداف انتم كادارات ما هي ثابته. احنا عندنا اهداف محدده، احنا عندنا اهدافنا التشغيليه اللي بنيناها على اهدافنا الاستراتيجيه. انتم راح يكون فيها اهداف لكم متغيره، وفي اهداف متوافقه معنا، واهداف لا راح تغيرونها بحسب وضعكم انتم في المنطقه. كمثال انتم مثلا في الايكا يكون هدف لكم انكم مثلا ترفعوا نسبة الكومبلاينس ريت في العنايات المركزة بنسبة مثلا 5% أو بنسبة 10% في خلال 22. ليش؟ لأن أنتم نتائج الزيارات حقتكم بيّنت لكم أن عندكم ضعف في هذا القسم، بالتالي خطأ أنكم تضيعون جهودكم في أقسام ثانية أو في نقاط ثانية. طبعا هذا بيكون في عمل عليها، لكن الامبروفمنت بروجكت اللي أنت بتسويه أو الشغل اللي أنت بتسويه راح تعمل على نقطة الضعف اللي عندك،
عشان أنت ترفعها. لذلك أهدافنا إحنا ما هي متشابهة هي بالمطلق بالعمومية واضحة متشابهة، لكن بالتخصيص لا مختلفة. فهذا اللي إحنا بنشرحها، نشرح طريقة. تفضل. أنا أتفق معك في النقطة هذه، يعني الخطة التشغيلية أو الخطة عمل يعني هي في عناصر ثابتة وتختلف بعدين في كل منطقة على حسب احتياجها. ولكن كان استفساري على موضوع الوصف الوظيفي، واللي فهمته من الوصف الوظيفي اللي أعرفه إنه مثلاً منسق الأيكا لازم يكون فيه المواصفات التالية والمهام وكذا 1 2 3. إيش هنقدر نغير في موضوع الوصف الوظيفي؟ هو هذا الاستفسار الأول. أوكي تمام. إذا عندنا إحنا الوصف الوظيفي يعتمد دائما على الهيكل الوظيفي. أنتم إحنا لما بتشاركونا معانا الهيكل الوظيفي في اختلافات بين المناطق، بما أن عندكم اختلافات بين المناطق إذا أنتم مهام المنسقين عندكم بيكون فيها اختلافات. هذه من الأشياء النقاط إذا أنتم اعتمدتوا على المهام حقتنا، لكن أنتم في النهاية معتمدين على هيكلكم، فهذه هي سلسلة متصلة عندكم في منطقتكم. فهذا الاختلاف بيكون فيها بنتابع انها متوافقه مع المهام حقت اللي احنا اصدرناها سابقا. في اضافات انتم تقولون والله لا احنا نرى انه المفروض يضاف المهام هذه، يعني احنا في النهايه زي ما قلنا علاقه تبادليه بيننا وبينكم، ممكن انتم تبينون انه هذا النقطه من المهام المفروض ما تكون موجوده، هذه لا النقطه لازم تضاف، فيستفاد منها لنا احنا ومنها يعني نضيفها للمناطق او المحافظات الاخرى. فهذه الفكرة إنه هي عمل تكاملي بيننا وبينكم. ممتاز. النقطة كده وضحت إن شاء الله. والاستفسار الثاني الله يسعدك بخصوص خلينا نفرض مثلاً الهيكل التنظيمي إحنا موجودة عندنا وممكن نرسله لكم، فهل يعني خلال البرنامج هذا وخلال المشروع يعني مثلاً إحنا سويناها على حسب المعرفة الموجودة عندنا في الإدارة، فهل يتم تطويرها وتحسينها للوصول الى زي ما تفضلتي انت انه يكون كل شيء نحاول انه يكون في حد البيرفكت على مستوى المملكه كلها؟ فهو موضوع حيكون يعني مستمر على النماذج الموجوده عندنا اوريدي وشيء زي كذا. هو هذا كان صحيح الناس. صحيح بالضبط. يعني احنا مثلا الهدف ايضا الاخر اللي احنا قاعدين نشتغل عليه اللي هو رفع مستوى الفرد. يعني انت مثلا كسفير التميز الاداري انت عندك معرفه وانت فريق راح يشارك معك، احنا مع المحاضرات مع النقاش تلقون الجميع يعني ارتفع المستوى حقه من ناحيه مثلا اوكي معرفه كتابه السياسات والاجراءات، وان كان مثلا انتم على معرفه فيها لكن تلقونها مع الوقت زادت المعرفه، بالتالي زادت القدرات عندك ارتفعت القدرات عندك. وهذا ايضا من الاهداف اللي احنا نشتغل عليها، مو فقط رفع المستوى الاداري ايضا رفع مستوى الفرد اللي هو انتم وفريقكم بالمعيه. النقطة اللي هي التطوير صحيح، يعني احنا لو الآن بإذن الله إذا أرسلتوا الهياكل الوظيفية اللي عندكم نلقى فيه اختلافات كثيرة بين المناطق، لا يمنع ان احنا راح نشارككم الايديال او مو الايديال اللي هي انواع مختلفة راح نشاركها معاكم، نقول انه ممكن تبنى لان الهيكل الوظيفي لها عدة طرق، اما يبنى على الوظيفة اما يبنى على الناتج اما يبنى على المستفيد، فهي لها طرق مختلفة. احنا كإدارة مكافحة العدوى لو تطلعون على هيكلتنا تراها مختلفة، لان احنا بنيناها في نقاط محددة على اعمال، يعني احنا ما حطينا الايكل وحده والبرايمري هيلث كير وحدها والدنتل غيرنا في خلال العام الماضي، فاضفناها كلها في هيكلة واحدة اللي هي العلاجية والمساندة والتقييم اذا طلعتوا عليها، فاحنا راح نعرضها عليكم. ممكن أنتم ترون أنها والله مناسبة أكثر للعمل، ممكن تكون تساعد أكثر في العمل فتتبنونها، ممكن يكون لكم أنتم أفكار أكثر تطويرية فيها فالمناطق الثانية تستفيد من هذه الفكرة. يعني هذا هدفنا في النهاية زي ما قلت أكررها عليكم، إحنا في النهاية مو بس إحنا نبغى نفيد، إحنا أيضا نبغى نستفيد ويكون فائدة جماعية، يعني مثلا منطقة الرياض تفيد منطقة جدة، منطقة جدة تفيد منطقة مكة وبهالطريقة يعني. تمام واضحة دكتور الله يعطيك العافية. وأنا برضو مرة تانية أشكركم على المبادرة والمشروع هذا، يعني إن شاء الله توصلني في خير للرقي بالمستوى في والصحة بشكل عام. شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية. في أي سؤال ثاني؟ دكتور فايز مساء الخير يعطيك العافية. هلا هلا عون تفضل. يا مرحبا. إحنا طبعا فاتتنا للأسف إذا في أي هنتس ولا بيأذن أوفر فيو سريع إذا فاتنا شيء معين أو مثلا ممكن بتشاركون سلايدات إذا في شيء ناقشتوا اللي هي كانت أوفر فيو البداية.
إيه لا إحنا إن شاء الله الفيديو هذا بإذن الله راح نضعه في ملف للمشاركة بيننا وبينكم على أساس تطلعون على جميع المحاضرات السابقة بإذن الله. الاستفسار الثاني دكتور، إذا في أحد من الزملاء كمثلا منسق ثاني للمشروع ممكن إنه يكون حاضر معنا ويأخذ بعض الريسبونسبيلتيز اللي موجودة والأشياء اللي تبونها. إيه صحيح، الآن إحنا هذه المحاضرة تعريفية لكم أنتم كمنسقي التميز الإداري، لكن بداية من الأسبوع القادم من بداية المحاضرات اللي هي التعليمية هذه لو حابين إدارتكم كلها تحضر ما عندنا مشكلة، إحنا نبغاها كفائدة. أنتم راح نعرضها عليكم على أساس بتكونون أنتم الأونر للمشروع، التواصل معاكم، لكن من الأسبوع القادم لو حابين أي أحد literally يعني يحضر ما عندنا أي مشكلة، بالعكس مرحبين في ذلك. إحنا فائدة النهاية نبغى الفائدة لأعضاء وزارة الصحة بشكل عام. قواكم الله دكتورة، شكرا شكرا. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. في سؤال ثاني؟ تمام، الله يعطيكم العافية. شاكرة جدا لحضوركم، وشاكرة لزميلتي الهنوف على لقائها الرائع. وإذا حابين ممكن يكون الاجتماع الأسبوع القادم على الساعة 1 يكون يمكن أفضل لكم، إحنا نبغى نثبته. أي اجتماع راح يكون كل يوم كل ثلاثاء على الساعة 1، لكن ما راح يكون أسبوعيا، إحنا بس عندنا اللي هو أسبوع جاي واللي بعده، وبعدها راح نقعد فترة لأن بنشتغل على البروجكت هذا، ومن نبدأ البروجكت الثاني راح أيضا يكون ثلاثاء الساعة 1، نبغى نثبته على أساس يعني ما يكون فيه لخبطة بيننا. تمام؟ توفيق يا دكتور، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، ما تقصرون، شاكرا لكم، في أمان الله.